لا ما بتضايقيش خالص، انت عارفه انا هروقك دلوقتي. انا عارفه يا اخوان، انا هروقك. حبيب قلبي، اولا كده حقكم عليا لو انا ضايقتكم في الفيديو ده، بجد انا اسفه جدا الفيديو دوت، وربنا يخليكم لينا، وشكرا جدا 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 على دعمكم ليا وكلامكم الحلو والناس اللي بيكلمني على الواتس. سامحوني معلش مش عارفه ارد عليكم، حقكم عليا. فلو الفيديو عجبكم زي ما قلت لكم، لو الفيديو عجبكم حطوا لايك، ما عجبكوش ما تحطوش لايك براحتكم. شوفي بقى الفرخه العملاقه دي، بسم الله ما شاء الله، لما صلى على النبي. هي خدت سوا معايا، بس شوفوا سواها بقى في الفيديو عامله ازاي، ولا البتنجان الرهيب ده، يا لهوي بصوا، والدقه بتاعته، ولا طبق الملوخيه ده، يا لهوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. صلوا على النبي نفسه وصلاه على النبي. صلى الله وسلم. تحدي جديد ويا رب يعجبكم. عجبني انا عن نفسي النهارده جامد قوي. البتنجان ازيكم الاول عاملين ايه؟ لايك. شويه بتنجان مقلي، انا لو كنت البتنجان كلت منهم. مستخبي، بصوا البتنجان. لو كنت كلت منهم قبل الفيديو والله ما كنت عارفك. شايفين البتنجان؟ بس هو مستخبي ورا الفرخه اللي ما شاء الله العملاقه دي، انا مش هينفع اشيلها من غير الطبق طبعا. امهات ولا ابهات؟ ده قرار كده حلو. ما شاء الله. يعني ما شاء الله 5 كيلو ب 5 كيلو يعني. شويه ملوخيه بقى. ومعانا لفة على الملوخية دي الجلاش. يا سلام، شايفين جلاش طبعا باللحمة والرز والملوخية طبعا. جلاش طري كده، بس عامل زي الرق وانا بقطعه. نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش بتكلم. طب ماشي يلا كده. كنت اكل منه برضك، يعني عاوزة تخلينا اقف معاه في التجهيز بتاع المطبخ عشان اكل، عشان تخسرني. مش بتفكر من قبل التحدي تخسرني ازاي؟ بس ان شاء الله مش هخسر. هشمر لك. بسم الله. طبعا اهم شيء طبق الرز، صح؟ طبق الرز والملوخيه. ايوه، وايه تاني؟ قبل ما نتفاجئ في وسط. ولازم تاكل 3 حتت كبار جلاش. 3 حتت كبار؟ اه. وتاكل من الفراخ. طب خدي ال3 حتت بتوعي. انا خدت اول حته. دي الكبيره؟ اه. ماشي. اهو. بسم الله. تسلم ايدك، تسلم ايدك بجد بجد. تاني حته اهي. حبه الملوخيه والباذنجان دول عايزين لك حلو. لا ده الجلاش ده اللي عاوز 100 لايك. في ناس كتير بتقول يعني ايه جلاش احنا مش عندنا؟ هو زي الرواق. انا مش عارفه عندكم اسمه ايه صراحه. مش عايزين نطول الفيديو بقى. لا الاكل ده لازم يطول. الباذنجان بالدقه بتاعته. جلاش تحفة. ممتاز ممتاز بجد. فل بقى الطبق كله. تسلم ايدك. هو الطبق كله مفيش رز؟ لا هتاكل رز طبعا. براحتك، مش عايز تاكل رز ما تاكلش، كده هتخسر. سلام على الملوخية. الواحد بص على اكل كده توتالز على بعضه يفتح النفس بجد. إيه؟ يفتح النفس قوي. يلا تسلم ايدك. تسلم ايدك. من هنا والشفا. قطع بقى الدبك الحلو ده. شايفين؟ شايفين السوا بتاعه؟ البت فريالة دي استاذة في سوا الفراخ. والله المفروض تلقبوني باستاذة سوى الفراخ. انا اشهد لها بصراحة ربنا في الموضوع ده. المفروض يعني. بصوا الصدر. او بس الصدر ما شاء الله قد بتاع الفرخة. وشوفوا انا مسوية ازاي. يا بنت يا فري. يا بس شايفين؟ تعالوا تعالوا. تعالوا معايا هنا. تعالوا. شوفوا. شوفوا السوى.
اداني ده كله صدر. طعمه ادوس الصدر من اوله زي اخره، يعني من الصدر طعمه من فوق زي اخره من جوه. شوف اللحمه ما شاء الله قد ايه، طعمه من جوه تحفه تحفه. عثمان دي الفراخ طعمها تحفه من جوه، حلاوته اللي هو لحمه ناشف شويه، هو مستوي عامل زي البط. ايوه صح كده، واخده بالي كده. سلمى بس يا سلمى شخلي هتتحجي عشان تطلع دلوقتي. والفلفل بقى، لا هات لي المناديل جنبنا عشان انا بحب ايه المناديل تبقى جنبي. بحب اللغوصه، ما بحبش اللغوصه، اخبي ايدي ملغوصه. انا اكلت حته تقول ليش؟ ها الناس هي اللي شاهده، انا مش واخد بالي. هتخميني او انا اخمك؟ الناس هتقول ما شاء الله هو بيتخمى. بصوا هي مفتحه من جوه وفي البصل فمدي طعم. في ناس ما بتحبش الصدر عشان ما يبقاش بيبقى تقيل واكنه لحمه بيضه مش باينه فيها الطعم الحاجه، بس ده ما شاء الله فريال عاملاه تحفه. هنجيب لكم اللي احنا اكلنا منه بقى. الفرخه الكبيره ديت بتعمل عليها وليمه كده. الاسانسير عطلان في شكلهم بيصلحوه. لا ده حد داخل على السلم. حد دخل. على فكره احنا موعدين يا جماعه ساعه الفيديو. طب والله طول النهار ما بتسمع صوت حد، ممكن بقى دلوقتي تلاقي بتاع اللي بيبعده بتاع البصل عدى، بتاع اسمه ايه اللي هو بيقول التلاته مش عارف بكام ده. يا سلام بقى لو بتاع الحراتي عدى اكسب انا بالثلث. هتسيب اللي في ايديها والتصوير وتجري عليه. لا ما انا جايبه الصبح، جايبه الصبح مش هجري. عندها الفول الحراتي ده يا جماعه، يعني لو قلت لها تدي بوسه لسلمى ولا فولايه حراتي تقول لك لا الفولايه. وهو ايه؟ لا بتحب الفول الحراتي بطريقه غبيه. اكتر حاجه بحبها الفول الحراتي. اكتر مني؟ اه طبعا يا حبيبي الله يكسبك. لا اكتر مني. هو لسه بيقول لكم بصل سلمى ولا فولية حراتي؟ قال لكم فولية حراتي. لا والله ما جربت فول حراتي، يعني الفول حراتي بالنسبه لها ده زي اللب. فبتمسك الكيس قبل ما تنام، والله العظيم مش بهزر، مش كيس فيه خمس ست وحدات، لا فيه 2 كيلو 2 كيلو ونص. هي سما ما بتجيبش اقل من 5 كيلو. يوم ما يعجبهاش بتقول لي الفول ده ما عجبنيش، بقول لها طب جبت ليه؟ قالت لي ما انا جبت 3 كيلو بس. يعني بتدوق عند الراجل فما بيعجبهاش فجيب 3 كيلو بس عشان ما عجبهاش. فعلا والله بجد. متخيلين انا مره جبت ب 60 جنيه فول حراتي؟ انا جبت لها فول حراتي قريب فهي ما كانتش مصدقه، فقعدت متفاجئه والله العظيم. شفت فاجئتي كانت عامله ازاي؟ اه والله فاكر اتفاجئت من فول الحراتي اللي هو جابه. انا ما بحبش اقف اشتري عموما، يعني هي عارفه طول ما ماشي عاوزه تشتري، فبقول لها انت الناس ده تجيبي حاجه. انت عارفه انا بحب اشتري، بفتكر الحاجه وانا ماشيه اعمل له ايه يعني. المهم قبل ما انسى، جبت الفول عشان بس ما بقاش اضغط الموضوع. فهي كانت بتحشي محشي او مش عارف كانت بتعمل حاجه في المطبخ. على ما خلصت الحاجه اللي في ايديها
والله 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 شايفين الفرخه ديت دي ده كان قشر فوق ده عامله قشر والله عامل الكوم قشر جنبها كده. شيلوا بقى الشنطه دي من جنب عشان ما خلصهاش. طب شيلها يا احمد عشان خلاص كده جبت اخر. شيل الفول ده من هنا ده حالي ليه ما تكملي طول عشان كان والله جايب لي شنطتين متهيئة صح؟ لا ده المرة اللي فاتت كانت شنطة قبل كده كنت جايب شنطتين. انت شنطتين ده من راجل الفلاح الصبح. لا هو شنطتين. لا المرة اللي فاتت كانت شنطة. آخر مرة اللي هي من كام يوم دي أول امبارح كانت شنطة. الشنطتين دول ساعة الفطار لما كنت كان معايا العيال. كده انا خلصت واجب. خلصت ايه؟ والله من الاكل اتحط قلت مش هقدر اكل عشان لسه واكل من شويه. بس الاكل شكله وطعمه مش شايفك يعني خسران ولا حاجه. ما انا بقول لسه بقول اهو بكمل اهو بقول شكله وطعمه. اكلت الثلاثة بتوعي؟ لا فاضل لي واحد. انا متعه البتنجان متعه البتنجان المخلل ده اللي هو المقلي ده ما شفتكش اكلت منه يعني. تشتغليني بقى عشان ما اكلش. تاكل فراخ شرط. امال انت اديتولي ايه؟ نعم انت تاكل تاني. مدي ايدك يلا وقطع وكل. ده انت ما بتعرفي بيبي. ماشي ما انا بقول لك قطع وكل. يعني الصدر اللي اكلته كله ده مش فارق عليك؟ يموت بس يكسب اهم حاجه ما يخسرش. اقصى عليك يمشي الدنيا على مزاجه بس ما يخسرش. يعمل اي حاجه بس ما يخسرش. قلت لك هتعيش عشان مرفيه. تاكل بالجلاش؟ طب اعمل ايه؟ كده خلصت كله. انا خلصت التلاته بتوعي. فين؟ بقول لك التلاته. التلاته كلها؟ والله التلاته كلها. خلي الناس تحكم لو انا خميت كده على حق. ده امتى ده؟ امتى؟ انا كنت طبق الرز طبق صلصه الرز وادي الملوخيه وباكل في الفراخ. طب انا خلصت؟ في ملوخيه. طب انا خلصت. في ملوخيه. طب استنى بس عشان انا حته البصل. خلصت منين؟ اهو كان في دماغي عقاب حلو عايز اعمله. قولي له انا مش هستخسره فيك. ليه وانا اقول لك تعمله فيا ليه؟ تعملوه اعمله فيك ليه؟ انا وانت واحد يا سكر. انا بعمله كل يوم كل يوم ده كل شويه. لو شاطر لو شاطر قول هو ايه. اخر نقص ايه نقص. لا اما اصلا ايه ها حاجه تانية. حاجه بتعملها كل شويه؟ لا يعني مش كل شويه يعني على طول يعني باستمرار. هقعد اصوت. لا ده بعملها كل شويه. طب ما هي بتعملها كل شويه. طب خلاص مش هي دي. ما يلا قول. اقول ايه؟ خد حمرك. طب ما انت بتصوتي كل شويه. لا ما في مش دي اللي في دماغي. ايه غلب حمرك؟ غلب حماري. خليك تصبن البوتاجاز تمسك الصابون والليفه يشيل الكوش ويدعك في البوتاجاز بقى ويدعك ويرش وبتاع ده ويدعك.
ايه رأيك؟ ده هي بتحكي لي العقاب اللي انا عامله. اه. اللي هو انا كسبان. طب اعمل لي عقاب خفيف عشان يا جماعه النهارده مش في المود خالص ودماغي مصدعه. اه. قلت لنا اربع عمال اقول لها ليه مزعلك متضايقه؟ حاسس ان هي متضايقه النهارده. متضايقه جدا والله. ليه؟ انا مضايق؟ هبقول لك بعد الفيديو. طب سيف نايم بتصحي لي ايه؟ ما تنامي جنبه. نامي جنبه ربنا يهديك. تعمل فيك ايه؟ عايزه تتفرجي؟ عايزه تتفرج. يلا عشان الفيديو ما طولش على الفاضي اشوف هتعمل عقاب ايه. خد الكوبايه دي. لا انت بتهزر. انت اللي فضاه بايدك مش انا اللي فضاه. والله العظيم يا رب. انت بعمل ايه يا سلمى؟ اجيب المنخدة حماد ليه؟ تطلع عليا انا؟ اه. ده بعيدك عشان فوليه حرقتي من شويه. قولي انا اسفه. يا ماما حبيبتي. طب قولي لبابا انا اسفه. قولي لبابا انا اسفه. قولي له. طب خلاص سيبيه سيبيه. مش هتقولي انا اسفه؟ انا اسفه. شاطره. انت ناسفه؟ انا نفه. ادي بوس. انت نفه ولا مش نفه؟ ادي بوس. ادي لبابا بوس. ادي له بوس. ادي بوس واقول لك. هي بتبوسني ما بتمسحش. لا مسحتها في وشي يا اخوي. طب بصوا. اه. ده يا جماعه والله قوي النهارده. طب خلاص انا سامحتك 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 كتير. سامحني النهارده؟ سامحتك سامحتك عشان تعملي لي فطير. طيب عشان الحق اعمل له الفطير يا جماعه. بتلبسوا له؟ انا عجبنا الاكل جدا 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 النهارده خاصه الجلاش والملوخيه كان طعمها حلو والرز طبعا كده كده انا بعشقه. تسلم ايدك وشويه بتنجان تحفه. بالهنا والشفا يا جماعه. اتفضلوا كلهم. بالهنا والشفا يا جماعه. للي هي في يعني. فصله خالص النهارده. لا والله النهارده مش في المود معلش سامحوني لو الفيديو ده تقيل على قلبكم. انا ما كنتش هصور والله ما كنتش قادره اعمل اي حاجه من اللي انتوا شايفينها دي كلها. بس انا جيت على نفسي وقمت وعفرت وفضلت اعمل حاجه في حاجه حتى تخش المطبخ دلوقتي تشوفوه والله العظيم زريبه جوه كده. عاوزه تكسب عشان تخلينا نروق انا الزريبه صح. بس انا مش هعمل حاجه انا متضايقه. انا هخش انام عشان انا اصلا ميته نوم مخستعه. اه متضايقه جدا وزعلانه ومخنوقه وقرفانه وانا زهقتكم وكأبتكم معلش. وهي كل ما بتبقى متضايقه وقرفانه ومخنوقه بتخلص الاكل كده. ممكن اخش اجيب لي باب ابيض واقعد اقص كده على طول. لا في فول حراتي. في فول حراتي. اجيب الفول الحراتي. فول حراتي يا جماعه اللي هو الفول الاخضر اللي هو الطري اللي انتوا بتطبخوه مع الرز. في ناس مش عارفه يعني. في ناس ما تعرفش يعني فول حراتي. اللي انتوا بتطبخوه مع الرز. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم. و انا عارفه اللي هو فيديو مش حلو. مش عايزين تحطوا لايك ما تحطوش. مش حلو ليه؟ علشان انا متضايقه. فيديو مش ممتع يعني. هي ما بتبقى متضايقه بتبقى الدنيا مش تمام كده. لا ما بتضايقيش خالص. انت عارفه انا هروقك دلوقتي. انا عارفه يا اخوانا هروق على طول. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا مش هقول لكم حطوا لايك. هو الفيديو عجبكم حطوا ما عجبكوش ما تحطوش. طب عندوها يا جدعان بقى وحطوا لايك عشان خاطر انا. عشان الفيديو عجبني على فكره. يلا يا حبيب قلبي. يلا سلام. يلا السلام عليكم.